عندما أعلننا بأنه بول بريمر سيكون ضيف السطر الأوسط تواصل معنا الكثير من الجمهور العراقي. صراحة الجمهور العراقي غاضب كثيراً على بول بريمر. أنا سأسألك اليوم السؤال المباشر، ما الذي تريد أن يكتبه التاريخ عنك في أعين العراقيين؟ Well, I think in the end, history will be much kinder. أعتقد أن التاريخ سيكون ألطف من ذلك بكثير. بالمحصلة، نحن أعطينا العراقيين الفرصة لخلق نظام ديمقراطي ولممارسة الحرية في اختيار حكومتهم، وقد قاموا بفعل ذلك 6 مرات متتالية لحد الآن وفق دستور صاغوه بأيديهم. أنا مؤرخ، صحيح أنني لست متبحراً بذلك، ولكن وفق معرفتي المحدودة بالتاريخ أستطيع الجزم بأنه من المبكر جداً إعطاء نتيجة عما حدث في العراق، خلافاً لأفغانستان فتجربتنا هناك باءت بالفشل تماماً بوجهة نظري. الكرة الآن في ملعب الشعب العراقي، عليه محاربة الفساد والاستمرار بالمسار الديمقراطي، وإن نجحوا في ذلك حينها نستطيع القول بأن الجهد الأمريكي لم يضع باءً. كيف ترى مستقبل العراق؟ العراق يملك تاريخاً عريقاً يمتد لآلاف السنين، مع التمتع بثروة نفطية وزراعية كبيرتين. هم الآن يعانون من تحديات أمنية وفساد مستشري، وبخصوص التحديات الأمنية فهذا أمر يمكن مواجهته مباشرة، خلافاً للفساد الذي ينتشر في الدول التي تملك مصادراً رئيسية للدخل، حيث يكون على الحكومة توزيع الدخل عوضاً عن عمل الناس من أجل الحصول عليه. هذه المعضلة يجب حلها في جميع دول المنطقة لا العراق فقط. بالمجمل، أنا متفائل جداً بخصوص العراق. في 28 من يونيو عام 2004 انتهت مهمة بول بريمر في العراق، وسلم السلطة للاعبين الجدد على الساحة العراقية، والذين سيطلقون بعد أن يغادر بريمر بأيام حرباً جديدة بينهم استمرت حتى يومنا هذا. احكي، كل الشعب يريد يحكي، كل الشعب يريد يحكي. بغداد ستبقى صامدة بقائدها، بمقاتليها، برجالها، وسنبدو غالي والنفيس من أجل بغداد العزيزة. سنشاهد المفخخات تملأ العراق من شماله لجنوبه وغربه وشرقه، وسنشهد الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة، وعشرات الآلاف من الجثث التي قتلت في المساجد والحسينيات، وسنشهد الجنرالات الإيرانيين يتجولون في بغداد لحث العراقيين على إنشاء الميليشيات خارج إطار الدولة والجيش العراقي، وسنشهد الفساد الذي نخر في جسد الدولة العراقية والمحاصصة الطائفية التي عطلت البنية التحتية للبلاد، وسنشهد الإرهاب المتمثل في داعش يحتل نصف العراق ويقف على أبواب بغداد التي انتحر أمامها الشعب العراقي لدحر خطره وتطرفه. وسنشهد مئات الآلاف من الشباب العراقي يخرجون للشوارع غاضبين في تشرين ضد الفساد والطائفية، محاولين تعطيل مشروع غرس منذ 18 عاماً. ختم بول بريمر المهمة في العراق بأبيات للشاعر العراقي ابن زريق البغدادي، قال فيها: أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشفع بألا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه.